على أي حال، في طالما نتحدث آسيوياً، اليوم الزميل عبدالله العضيبي كان قد التقى محمد النويصر، سأله مؤكد عن جوانب الاحتفاء الذي أقامه الشباب، لكنه أيضاً تحدث معه عن اللجنة المؤقتة التي كان قد أعلن يوم أمس عن أن لجنة أو رئيس الدوريات المحترفين في آسيا هي لجنة مؤقتة. النويصر كشف عن هذا اللفظ تحديداً ماذا يعني، نتابع ماذا قال. وش اتذكر اصغر من محمد جمعه والاستاذ ابو منصور استاذ سلمان المالك، انا بدات في نادي الشباب يمكن قد هالشاب الصغير في البراعم، بدات نادي الشباب في البراعم وحتى الحمد لله اصبحت رئيس لهذا النادي، فدرجت الشباب من درجه الشباب فريق الاول، بعدين اتجهت للجامعه مدير علاقات، بعدين عضو مجلس اداره، بعدين نائب رئيس، وبعدين الحمد لله رئيس، ومن هالانطلاق الحمد لله رب العالمين إن شاء الله خدت خبرة كبيرة في هذا النادي الكبير، وكان لي الشرف أن أكون رئيس نادي بتوجيهات من راعي الحفل اليوم صاحب سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وأيضا تعلمت في مدرسة الأمير خالد بن سعد اللي اليوم إن شاء الله دائما نشوفها دائما على خير، وأيضا من الأساتذة الموجودين أستاذ محمد جمعة الحربي أستاذ سليمان المالك، فهذا النادي مدرسة كبيرة للإدارة للاعبين، فالحمد لله دائما بيتنا ومكاننا، وسعيد اليوم اني احضر هذه المناسبه لتكريم الفريق الاولمبي لحصوله على كاس الامير فيصل بن فهد، وبهذه النسخه الاولى الجديده التي يعني اصبح لها واص من ناحيه الاجهزه الفنيه، الاجهزه الاداريه، نظامها، فالحمد لله ان شاء الله دائما هذا الفريق وهذا النادي ليس بعيدا عن البطولات، يعني اننا مقتنعين كل سنه بطوله كشباب يتكلم مقتنعين ان شاء الله، اهم شيء لنا اكثر من 20 سنه دائما كل سنه بطوله، فهذا الحمد لله شيء مرضي لنا. اشكر ايضا اداره نادي الشباب بقياده الاستاذ خالد البلطان، وايضا الدعم الكبير الذي يجده من اعضاء الشرف. والحقيقه وصلوا الحمد لله بفضل الله ثم جهد صاحب سمو الملك الامير نواف بن فيصل بن عبد العزيز الى 8 اشخاص، وايضا بالتفاهم الكبير من الاتحاد الاسيوي لكره القدم وممثلا برئيس الاتحاد الاسيوي الاستاذ محمد بن همام، اجتماعات مستمره بين سمو الامير، واكد انه دائما متى ما الشخص المناسب تم اختياره وكان مؤهل لن يتردد الاتحاد الاسيوي في اعطائه هذه الفرصه، فالان الحمد لله عندنا عدد 8 اشخاص، والحمد لله ايضا 2 منهم يرؤسون لجان في الاتحاد الاسيوي، وهذا شيء ايجابي، بعد ان كنا تقريبا 3 اشخاص اصبح العدد يعني جميل جدا، واللي حسب الخطه الموضوعه من الاتحاد السعودي لكره القدم ومن رئيسه تحديدا سمو الامير نواف بن فيصل، حتشوف ان شاء الله اعضاء جدد في الاتحاد الدولي وحتكون وجوه جديده. واللي شيء اللي انا احب اكده صدقني ان في خامات رياضيه موجوده في الانديه وفي الاتحادات الى الان ما اخذت فرصها، ولكن حتاخذ فرصه، وفي تاهيل كبير الحمد لله في هيئه الدوري المحترفين، عندنا 2 تخرجوا من على الماجستير وبتعثناهم ورجعوا بداوا ياخذون فرصتهم في العمل، وعندنا ايضا 2 يدرسون ايضا ماجستير ضمن برنامج الفيفا ماستر بروجرام، وايضا حياخذون دورهم، وايضا في خامات زي ما ذكرتك المملكه العربيه السعوديه فيها العديد من الكوادر تنتظر فرصتها، وليس الثمانيه اللي انتم شاهدتم هذول، انا متاكد وانا اقول ليس مجامله وليس تقليل من الثمانيه، في افضل منهم ولكن ينتظرون الوقت المناسب للدخول والتاهيل المناسب، وان شاء الله حتلاحظ وتشاهد الكوادر السعوديه في مختلف المواقع. اخيرا في الامس في الخبر يعني لبس علينا موضوع لجنه مؤقته لدوري المحترفين الاسيوي، ما معنى مؤقته؟ لا طبعا هي لجنه الانديه مؤقته ولجنه الدوري المحترفين مؤقته، لكن مؤقته يعني 4 سنوات تبدا من 2011 وتنتهي 2015، لكن هي اصلا ما كانت ضمن السنه ما قبل الماضيه او قبل سنتين، هي مستحدثه فاطلق عليها لقب مؤقته واستمر بهذا المسمى، لكن هي عملها يبدا من 2011 وتنتهي مع جميع اللجان في 2015.